السلام عليكم زوينه الدولي كديري لاباس عليكم كدير مع الصحه كلشي بخير كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في الفيديو هذا الفيديو ده نهار اليوم البنات غادي نديروا واحد الاختبار لهاد العكوره هادو غادي نشوف فيهم واش فيهم ماده ديال الرصاص كما كتعرفوا بان ماده الرصاص مسرطنه بالنسبه للبنات اللي تيكونوا حاملات كيخافوا ما يديروش هاد العكوره هادو وهنا غندير واحد التجربه غنشوفوا هنايا عندي انواع ديال العكوره عندي الرخاص وعندي الغالي وغادي نشوف ماده الرصاص فين كاينه نبين لكم الجريده ديالي بعدا ها نتوما قولوا لي كي جاتكم المهم راه كنفركس على الحاله بما طورت واحد شويه نزيد لقدام المهم البنات نبقاو على الموضوع ديالنا كما كتشوفوا عندي هنايا ارخص واحد هو هذا حتى هو غادي نكتشف واش فيه ماده الرصاص ولا لا هنايا كما قلت لكم هنا راه عندي هذا خديته 160 هذا واخده ب 40 درهم هذا واخده ب 59 درهم يعني عندي الاثمنه يعني ما قاديش كل واحد والاثمنه ديالهم دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تكتشفوا العكوره اللي عندكم حتى نتوما المهم البنات مشيت نجيب البابي الومنيوم غناخذ منه واحد غادي نناقصو غادي نصيبو بحال هكا هنايا غادي نجرب واحد بواحد وحتى نتوما البنات ديروا هاد القضيه سيروا قلبوا نتوما العكوره ديالكم واللي فيه ماده الرصاص يعني وما غاديش تلوحوها غير قلو من الاستعمال ديالها وهنايا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه ديال العكر ديال 24 ساعه هذا غندير لكم واحد الوصفه زوينه بزاف غتبعوا الفيديو حتى الاخر غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه المهم البنات غنحتاج هنا قطينه و بابي الومنيوم هادشي غادي نحتاج نبدا البنات غادي ناخذ هذا العكر هذا وغادي نرسم بحال هكا هذا الخطيط بحال هذا اللي استعملته غنحطو هنا وناخذ هاد القطينه هادي وغنمسح الا مسحت ومشى ليا الكحوليه هنا في هاد القطن هذا غنعرفها راه فيها ماده الرصاص حيتاش ماده الرصاص كتفاعل مع الالومنيوم كتبان يعني ملي كتحكيها مع الالومنيوم عاد كتبان كتوضح ها نتوما شفتو الكحوليه مازال غادي نحك وغيطلع هذا فيه ماده ديال انا نشوف هاد بالنسبه للبنات قد ما كان اللون مفتوح قد ما كتكون نسبه ديال الماده الرصاص قليله واللون اللي كان مغلوق كيكون فيه اكثر المهم ناخذ دابا الاحمر وغادي نحكو حتى هو ها نتوما هادي بلاص ديال سميتو باش كما كتشوفوا ها نتوما الاحمر مفتوح على كما قلت لكم الاحمر راه مفتوح على هذا اللون هذا مغلوق شويه وعطاني الاحمر شويه ما فيش الرصاص بزاف على هذا دابا غنمشيو دابا لهذا اللون هذا ها هو كما كتشوفوا راه اللون ديالو راه قرونه جاي الكحل جاي ما عرفتش من اللون هذا موف ها نتوما غادي غادي نقلب دابا البلاصه ها نتوما باش تشوفوا شوفوا الفرق ما بين هنا وما بين هنا هذيك حالت بزاف وهذا شويه وهذا مفتوح دابا غادي ندوز لهذا غادي نمسح حتى هو ها نتوما غناخد حتى بالنسبه لهاد البلوزات هادو تيكونوا مات حتى هما تيكونوا فيهم كما كنعرفوا البنات راه الماده ديال الماده راه كتكون مسرطنه مشات ليا سميتها ما تديوش عليا متفكره نقول عليكم هانتوما ماده ديال الرصاص جات على سلامتي ملي جات هانتوما البنات شوفوا ديروا حتى هاد البلوز هذا يعني كلشي كلشي هنايا واحد اللي اكتشفت فيه ما فيش ماده ديال الرصاص يعني
مصنوع طبيعي، كل شيء تشي فيه مادة ديال الرصاص. ها نتوما غنزيدو تاني هذا، ها يعني كنبعد باش ما تقولوش ليا بان كنحك في بلاصه وحده ولا ها. شتو ندور دابا هاد الجهه هادي وندور هنا، ندير هاد الكلوز هذا راه حنا ولينا نخافو من السرطان، حيتاش هاد المادة هادي الا مشات للفم يعني مع الماكلة كتمشي لينا حتى هي كيولي السرطان لداخل. ها نتوما شوفوا البنات، شوفوا شنو كان باش كنعكرو، ولكن ما كنتقالوش واخا كنشوفو هادشي مسرطين وهادشي، ولكن ما يعني ما كنزقاوش ما كنحشموش. كما قلت لكم اللون مفتوح هو اللي كيخلي ما كيبينش الكحوله بزاف، كتكون النسبه ديال الماده الرصاص قليله. حتى بالنسبه لهادو اللي كيكونوا على هذا الشكل حتى هما راه فيهم، يا كيبان لكم البنات ملي كنحط شي حاجه باش من تشكينين شي بنات كيبقاو محكرين على شي حاجه، كيبقاو يقولوا لك لا درتي فعلتي تركتي. اللهم كنتفادى. ها نتوما يعني حتى هذا بالنسبه فيه راه فيه بزاف كما كتلاحظوا. ها نتوما الرصاص كيبان لكم يعني قلم الرصاص احنا كنقولوا. ها نتوما هذا اللي ما فيهش شي كامل، الثمن ديالو مختلف، ولكن هذا اللي الثمن ديالو حتى هو مختلف، ولكن خاصك تاخذي لي تيكون دوريجين. الثمن ديالو هذا خديته انا بخمسة دراهم، ولكن يكون ثقه ام اللي غيبيع لك يكون ثقه، عارف الكليان ديالو اش غياخذ من عنده باش مره اخرى يرجع عنده. هذا البنات جربته ما فيهش، ها نتوما انا غنقلب لكم هنا كاع ياك. ها نتوما وغنحيد هذه وغندير قطينه واحده اخرى. ها نتوما ياك، ها كيبان لكم ياك، كيبان لكم بانني كنرسم اش كيبان لكم، حيت هو راه ما كي ها راه كنورك، راه ماشي حيت هو راه ماشي فيه اللون كيتفاعل مع الجسم، اما في الالومنيوم راه ما كيتفاعلش. ها نتوما ها كتبان لكم ياك، ها القطينه، ها القطينه، ها البلاصه فين حكيت. ها 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 نتوما البنات شتو، هذه ما فيها حتى شي ماده ديال الرصاص. هذا البنات غنعطيكم وصفه، جوج وصفات ديال هاد العكر هذا. ها نتوما والله ما فيه شي ماده ديال الرصاص طبيعي. البنات كاينين بزاف كيقول لك كيزرق ليا الفوم، كيدير ليا، كيقشبر ليا، كيفعل، كيترك، كيدير ليا هادي هادي هادي. دابا غادي نقطع نجمع هاد الروينه هادي ونرجع باش نتكلم لكم على هاد العكر هاد السحري هذا. انا رجعت لكم البنات بالنسبه لهذا، هذا البنات اللي كتقول لك راه كيزرق ليا فمي، كيفعل ليا فمي، كيتقشبر، هذا البنات نقول لكم منين مصنوع. هذا مصنوع من الفازلين ومن القشور ديال الرمان ومن واحد الملون احمر، هادشي اللي كاين فيه. اما بالنسبه الاخرين اللي كيكونوا غاليين هذوك ما عرفناش حتى منين مصنوعين، يقدر يكون حتى من الشحمه ديال الحلوف راه فيها، يعني هذيك باينه الشحمه ديال الحلوف كاين فيه بزاف ديال. ها نتوما شفتوا لاحظتوا معايا بان فيه الماده ديال الرصاص، هذا ما فيه حتى شي حاجه طبيعي، هذا الناس ديال زمان كانوا كيستعملوه وباقي لحد الان الناس باقين كيستعملوه، ولكن الغلط الوحيد اللي كيستعملوه هو هذا ملي كديريه يعني في الفم ديالك وكتخرجي الشمس، راه فيه الفازلين، الفازلين راه كتجر الشمس، يعني ملي كتجر لك الشمس راه شفيت كتيك حالو كيزراقو. اما بالنسبه الى درتيها هكا في الليل نعستي في الليل ودرتيه والصباح كيرطب لك فمك وكيخلي لك الوين في فمك زوين، كيبقى نهار كامل هو في هاد اللون هذا. اما بالنسبه ديك اللي كانت باغا تفركس وباغا تخرج وباغا ما عرفتش شنو دير ودير هاد العكير هذا، هذا تسني منه غير حيتاش بزاف ديال الوصفات كيكونوا تيكونوا زوينين وكيجيو شي ناس كيخسروهم، يعني باش كيخسروهم هما باش كيديروا شي حوايج هما كيخسروا ريوسهم بها.
هذا البنات ما تشوفوش فيه الشمس كاع، هذا غير كما قلت لكم في الليل تكوني هكا دهنتي وجهك، دهنتي يدك، دهنتي كلشي اللي بغيتي دهنيه، مشطتي شعرك كدهني به، ومن بعد كتنوضي الصباح كتلقاي فمك رطب وغوز، لون ولويين غوز. هذا نوريكم البنات انا اش كنستعمل به، يعني كناخذ واحد كنخلي بحال هكا نرطب فيه فمي وكيولي خلي ليا اللون، ووحده يعني جوج وصفات كنخليهم عندي هكايا الاحتياط ديال داكشي اللي كندير. غادي ناخذ دابا الماء، الماء مغلي غندير فيه هاد الطويسه هادي هنايا، انا غنحطو كامل باش ندير جوج وصفات وغادي نذوبو ومن بعد غنهز منه. المهم البنات نتسنى عليه باش ما ناخذش من وقتكم بزاف. ها نتوما البنات راني ذوبتو كيكون هكا خضر، ولكن كيتحط في شي حاجه كيتفاعل معاه. ها نتوما دابا غناخذ الكريم ديال اللحم ديالي اللي عندكم، شنو نتوما اللي كديرو. ناخذ بواطا، هذا البنات كيدار الجسم كامل، كيدار المنطقه الحساسه، كيدار تحت الابيض، كيدار لاي بلاصه بغيتي، كيعطي واحد اللوين زوين بزاف. وهذا راه فيه واحد الريحه فنه فنه هذه الريحه هذه. اي كريم عندك، اي كريم عندك تكون فيه غير ريحه ديري. ها نتوما غندير غير شويه كنخلط وغيبدا يتفاعل ليا مع خاطر. ما شفتو اللون بدا كيبدا كيبان. خاصك تبقاي تحركي فيه تحركي فيه. المهم بالنسبه لهاد الوصفه هذه هي غنخليها حتى نحركها من بعد. وبالنسبه هذه قلت لكم الرجلين الجسم كامل، ماشي الرجلين هذه الجسم كامل. بالنسبه للرجلين غادي ندير فازلين، غادي ناخذ فازلين غادي نديرها مع هاد العكاز. وشنو غنزيد على هاد الخلطه هادي؟ غادي نزيد عليها شويه ديال التحميره، شويه ديال التحميره. هاد الخلطه ديال رجلينا البنات هادي راه فنه. وغادي ندير عليها شويه ديال التحميره ديال، سمحوا لي البنات، ديال الخميره. ديوش عليا البنات ديال الخميره، صافي غير شويه 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 من الحاجه. غادي نخلط الخلطه ديالي، وهادي غندير لها الرجليه، وغادي تشوفي اللون كي غادي يخرج لك. الصيف دابا البنات كيبغيو يلبسوا صنيدلات. ها نتوما تحطيها على رجليك وتلبسي ميكاب وتشقاي بيها، تناسي بيها اللي عجبك، ديري الحمام وشوفي قدامك كيفاش غيوليو. صافي البنات هادو هما الوصفتين اللي عندي، راني شاركتهم معاكم. كما كتعرفوني انا ما كنبخل عليكم حتى شي وصفه حتى شي حاجه، كلشي كنعطي لكم من قلبي. هاد الوصفه ديال البنات نسيت ما قلتش لكم بان انا كنديرها على الخدود ديالي، بعد ما كنستعمل ليكحول ديال الشمس كنديرها على الوجه ديالي، وكنستعملها شويه على الخدود، وكيخلي واحد اللون زوين بزاف، وكيخلي الريحه ديال الكريم اللي استعملت كتخليها في الوجه ديالي. وصراحه تتعجبني هاد القضيه هذه على داك الفراجو اللي كنستعمله. وبالنسبه للوصفه الثانيه راني استعملت فيها الفازلين والعكر ديال 24 ساعه والتحميره والخميره، هادشي اللي درت. وها نتوما البنات كما كتشوفوا اللون راه زوين بزاف. ها نتوما راني درت هنا كتسناي عليه غير شي شويه غير بما تفاعل، وكيعطيك اللون زوين، يعني كيتفاعل مع البشره وكيعطيك اللون. دابا هادي غادي نتسنى عليها شويه وغادي تولي ليا بحال هادي. صافي البنات هادشي اللي كاين، وكنتمنى تعجبكم القناه ديالي، ونتمنى اللي دخلات وشافت هاد الفيديو هذا تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلها اي جديد. وما تنساوش ديروا ليا جيم وتخليوا ليا تعليق، وكنموت عليكم بزاف بزاف. ويلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي.